انا معي على الهاتف الاستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. استاذ مكرم مساء الخير. هذا مساء النور يا فندم. يعني قريت لحضرتك تصريحات يعني من الانزعاج من ما قال زميلنا خيري رمضان. يعني هل هيكون لكم موقف يا فندم؟ هتحاولوا تتدخلوا مثلا عشان الداخلية تسحب بلاغها؟ نتدخل ايه؟ احنا بنقول ان هذا الامر ده ينبغي. ايه اللي عمله خير رمضان؟ خير رمضان اخطأ واعتذر عن هذا الخطأ، اتقفل الموضوع، لا مبرر على وجه الاطلاق ان احنا نحييه من جديد، لاننا بذلك بنقول للناس اوعى تفكر، اوعى تبادر، احنا قاعدين متصلين لكل من يستطيع ان يقدم جديدا. وبعدين ده احنا عملنا هليله كبيره في التلفزيون وولعنا الشموع حوالين التلفزيون عشان خير رمضان ورشا هيعملوا تطور جديد. هل هذا يكون هو الواجب اللي ناخده اذا كل واحد يفكر؟ انا بظن يعني ان كل مبادره تحتمل الخطا، ولا بد ان يكون لدينا بعض الصبر على النتائج. وما دام الانسان قد اعتذر عن خطاه نبتدي صفحه جديده وصفحه مهمه. انما نقعد نخوف من الناس، ها اوعى تقرب من ده اوعى تقرب من ده، وماسكين عصا لكل واحد، لا لا. ثم فين المجلس الاعلى؟ بقى كلكم خبراء في الاعلام دلوقتي ما عدا المجلس الاعلى صاحب الاختصاص؟ ايه ده؟ يعني حضرتك كنت تتمنى ان يكون هناك لجوء للمجلس الاعلى علشان حتى هو يحقق في الموضوع. وبعدين احنا عمرنا على وجه الاطلاق ما تجاوزنا عقدتنا، عمرنا ما افترينا على الحقيقه، عمرنا ما خدنا حد بالشده الشديده التي تمنع الابتكار وتمنع ان يقول راي جديد. لا، التعامل مع الاعلام يقتضي عقليات مختلفة، مش هي دي العقلية التي يمكن أن تتعامل مع الإعلام. بوليس على عيني وعلى راسي، أمن فوق دماغي، لكن في النهاية لابد أن نحفظ لكل واحد حقوقه. وبعدين ده احنا كلنا متكاتفين عشان نلزم البي بي سي، ها، اللي خرقت قواعد المهنية واختلقت ذرائع وكذبت وفبركت. كلنا واقفين صف واحد بنقول للبي بي سي من فضلك احنا مش عاوزين مقاطعه، من فضلك ارجعي الى الاصول المهنيه، من فضلك حرصا على سمعتك، ها، كقناه مهمه ينبغي ان تصححي هذا الخطا المهني الفادح اللي وقعت فيه. ونيجي احنا نعمل عكس ذلك تماما. انا اترجى ان تكون اخر خطا، واترجى ان احنا ندي العيش لخبازينه. اللي بيفهم في الاعلام يتكلم في الاعلام، انما مش كل واحد معاه عصايه يتكلم مع الاعلام. استاذ مكرم، الان الموضوع في دخل منحى القضاء النيابه والقضاء، هل هناك خط عوده؟ يعني هل هتحاول حضرتك تتدخل؟ اتمنى من النائب العام، اتمنى من النائب العام ان يعتبر المجلس الاعلى جهازا مساعدا، لان دي وظيفتنا الاصليه، ولان وظيفتنا الاصليه تغني عن استخدام النائب العام كل شويه. احنا اقدر، لان احنا جزء من الضمير الصحفي، وبالتالي قادرين على العلاج، وقادرين ايضا عندما يكون لدى الاعلام قد اخطا ان نقول انه قد اخطا، وقلنا قبل كده هذا الكلام. انما ان كل واحد يتكلم في الاعلام إلا المجلس الأعلى للإعلام، لا لا لا. بشكرك أستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.